السلام عليكم. يقول علماء السياسة والاجتماع إن الحرب تأتي من خلال نصف البدائل، ومن بينها السلام وانعدام العنف والدبلوماسية والتسويات التفاوضية التي تتم من خلال الحوار أو التوافقات السياسية، وكل ما سبق تم نصفه من قبل تحالف الحوثي والمخلوع بالانقلاب والاجتياح قبل العاصفة. أنتجت ثورة 11 فبراير ومخرجاتها العديد من البدائل للعنف، من بينها سلمية الثورة والمسلك المدني للشباب والمرأة، ووصولا إلى المبادرة الخليجية والتوافق السياسي والحوار قبل أن يلتهم الانقلاب كل تلك البدائل ويوفر أسباب الحرب الشاملة غير المنقوصة. كان الجدل الدائر قبل عاصفة الحزم يدور حول مصير اليمن بين خيارين، إما أن تصبح اليمن مقاطعة إيرانية، وهذا ما ظهر جليا في مواقف طهران السياسية والإعلامية في أول زيارة سياسية لوفد الانقلاب صوب المرجعية الإقليمية، وكذا توسع دائرة الفوضى الذي أنتجها تحالف الانقلاب، وخصوصا أن مشروع الاجتياح للدولة والمحافظات كان يجري على قدم وشاص، وباتت الميليشيا على مقربة من بحر العرب تعبث بحياة المدنيين في عدن كل يوم. فهل كانت اليمن تحتاج إلى حرب الأرض والجو؟ وكيف تحولت طاولة الحوار الواسعة والشاملة إلى حرب أوسع وأشمل؟ وماذا عن اليمن قبل العاصفة من مطار صنعاء إلى ميناء عدن، حيث الحصار والدمار والنفوذ الإيراني واضح المعالم؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في المساء اليمني عن اليمن قبل العاصفة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. سقطت صنعاء وارتفعت صرخة الميليشيا في الشوارع والمساجد، وطغت رائحة البارود على السلام. ارتفع سقف الطموح الإيراني في المنطقة، وامتد الجسر الجوي بين صنعاء وطهران بواقع رحلتين يوميا. وخسر اليمن الكثير من الأشياء والكثير من المشاريع التي كانت إيران تتبناها. تحدث صالح الصماد بثقة عن التطورات المهمة في العلاقة بإيران وخسارة اليمن للكثير من المشاريع التي كانت طهران تتبناها، فيما أثبتت وقائع الأحداث طبيعة تلك المشاريع التي شكلت جوهر العلاقة بين طهران والحوثيين. كان الابتهاج الإيراني واضحا وتجلى في تصريحات ومباركات الجانبين، بينما احتفت طهران معلنة أن صنعاء أصبحت رابعة عاصمة عربية في قبضتها. كان اليمنيون يرقبون بأسى بالغ انهيار دولتهم وتحول الجيش اليمني إلى مرتزق وأدوات للقتل بأيدي ميليشيا خارجة عن القانون. كانت المؤشرات تؤكد أن اليمن تمضي في اتجاه اللا عودة، وقد تبدد حلم اليمنيين بدولتهم المدنية الموعودة. هذا القرار هو لا يستهدف غير القوى الإجرامية. هذا القرار لا يستهدف الجنوبيين كجنوبيين. انتهج زعيم الحوثيين خطاب التكفير والتخوين لكل خصومه، وأطلق دعوته الشهيرة بإعلان التعبئة العامة من أجل الحرب ضد مخالفيه، ممن أسماهم بالدواعش والتكفيريين، بمن في ذلك الرئيس هادي الذي لجأ إلى عدن ومنها إلى خارج البلاد بعد ملاحقته. كانت الحرب قد انطلقت ولم يعد هناك مجالا لإيقافها، خصوصا بعد سيطرة الانقلابيين على صنعاء واستيلائهم على أسلحة الجيش. غادرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية البلاد، وسيطر شبح الحرب على مفاصل الحياة لدى اليمنيين، وهو ما أعده الكثير من المراقبين مؤشرا على سوء الأيام القادمة التي تنتظرها اليمن. جال الحوثيون بعرباتهم عموم البلاد، وباتت مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ومنازل الخصوم عرضة للنهب والغنيمة. اتجهت ترسانة الأسلحة نحو الجنوب وسيطرت على معظم أجزاء تعز ولحج، وباتت على مشارف عدن التي أعلنها الرئيس هادي عاصمة مؤقتة. في معركة فرضت على اليمنيين، كان الجميع يؤكد أن خيار المقاومة هو الطريق الوحيد لاستعادة دولتهم المنهوبة وناموس الجمهورية. كانت قناعة الانقلابيين والحوثيين تحديدا أن اليمن سقطت في أيديهم، وأن حكمهم لليمن سيستمر لألف عام قادم، وأن أمجادهم ستعود رغم أنف ثورات اليمنيين. أنصح أولئك المهرولين الذين يهرولون اليوم إلى عدن. ظن صالح أنه تمكن من الانتقام من ثوار 2011 واستعاد السيطرة على زمام الأمور، وبدا أقرب من أي وقت مضى من ملكه المسلوب، إلا أن ما لم يكن في الحسبان هو ما حدث عقب ذلك، الأمر الذي قلب المعادلة رأسا على عقب، وهو ما يفسره كثير من المتابعين بمكر التاريخ الذي يفاجئ الجميع بمن في ذلك كتاب التاريخ ذاته. تدخل التحالف العربي.
إذن مشاهدينا الكرام، نناقش اليمن قبل العاصفة مع الباحث السياسي الأستاذ جمال المليكي عبر سكايب من الدوحة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. أستاذ جمال، لابد أن نتحدث عن أبرز ملامح اليمن قبل العاصفة، ما الذي يمكن قوله؟ ما يمكن القول هو أننا بحاجة أن نوثق فعلا هذه اللحظة التاريخية، كيف كان اليمن قبل أن تقوم هذه الحرب. نحن كنا بعد مؤتمر الحوار مباشرة على مفترق طريقين، إما الذهاب نحو بناء ملامح اليمن الجديد الذي يستوعب الجميع بما فيه الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، وكنا ذاهبون نحو المستقبل مستصحبين مسودة الدستور الذي كان مخرج رئيسي لمخرجات الحوار الذي توافق عليه الجميع. هذا كان الخيار الأول الذي وقف معه كل الأحرار وكل الشرفاء وكل من أراد أن ينتقل نحو المستقبل الذي ينتمي لمزاج اللحظة ولا ينتمي إلى الماضي. هذا الخيار الأول كان. أما الخيار الثاني فكان الذهاب نحو الحرب والاقتتال. اختار علي عبد الله صالح الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، اختار هو والحوثيين الذهاب نحو الحرب والاقتتال، وفرضوا على اليمنيين هذه الحرب. هذه هي المقدمة، وما بعد ذلك نتيجة. كل من أراد اليوم أن يرضي ضميره بأنه يقف على مسافة من الجميع أو بأنه محايد ليقول لنا خلاف العقل والمنطق أن يقدم النتيجة على المقدمة، فهذا ما يخالف العقل ولا يمكن أن يقبله العقل السوي، أن هناك مقدمة قادت إلى هذه الحرب. هذه يعني أستاذ جمال، هل المؤشرات أو المؤشرات التي كانت على الأرض هي المقدمة التي تتحدث عنها؟ أنا باعتقادي أنه كان علي عبد الله صالح كما قلنا مرارا منذ بعد المبادرة الخليجية، هذا الرجل لن يبقى إلا للانتقام ولصناعة فرص الانتقام. لا يمكنني كشخص يعيش في اليمن ويعيش في المنطقة العربية أن يتخيل أن هناك زعيم سيخرج بكل يعني من المشهد السياسي وهو داخل اليمن ويمتلك جزء من القوة وسيمارس دوره كأي سياسي، وكأننا نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية. لن يفعل ذلك. قلناها مرارا أن هذا الرجل لن يبقى إلا لصناعة فرص الانتقام، وأثبتت الأحداث ما كنا نقول. بالنسبة لجماعة الحوثي كانت بالنسبة لي إحدى الملفات المختبئة التي ربما كان البعض لا يعرف بتفاصيلها، لا يتوقع أن تكون بهذه السوء، كانت إحدى الملفات المختبئة تحت الطاولة. الانقلاب كشفها وأصبحت اليوم أمام جميع اليمنيين للتعامل معها، وبالتالي قطبي الانقلاب كانوا هم من صنعوا مقدمات الحرب. لماذا نقول هذه الفكرة؟ لأنه هذه مقدمة أخلاقية وقيمية وتاريخية، بمعنى أنه كل من يقف اليوم في صف هذه الحرب وكل من يرضى عنها هو المقدمة الأخلاقية له، هي هذا الظرف التاريخي الذي كان قبل مؤتمر، قبل انطلاق عاصفة الحزب. نعم، يعني أستاذ جمال، هل الأفق المسدود الذي كان موجود هو الذي أشار إلى حرب واسعة تقاوم هذا الانقلاب والاجتياح؟ أنا باعتقادي لم يكن أفقا مسدودا. ما قبل عاصفة الحزب كان هناك تصور واضح للانتقال نحو المستقبل، كان هناك جهد استمر لسنوات للذهاب نحو المستقبل. نعم، أنت تعني أستاذ جمال، يعني حتى نوضح الفكرة، أنت تعني مؤتمر الحوار وتعني يعني الآلية التي ربما كانت ستخرج اليمن مما كانت عليه، ولكن أنا أقصد اجتياح المدن، ابتلاع صنعاء بتلك الطريقة، التوجه نحو عدن. نعم، أنا أحببت أن أبدأ بهذه المقدمة لأن أنا يعني على الأقل حتى للمستقبل، حتى لا يقال عن من يتكلم بهذا الكلام وكأنه يرحب بالحرب، لابد أن نتكلم عن هذه المقدمة. ما بعد ذلك ما فعله الحوثيون، نحن راقبنا وأنا شخصيا وثقت كيف طارد مثلا المخلوع صالح الرئيس هادي الذي هو رمز الشرعية، حتى بعد أن قرر عندما هرب إلى عدن، عندما خرج إلى عدن تبعته الطائرة، عندما خرج إلى حضرموت ينتقل منها إلى عمان، وثقنا في فيلم في طلعبة كيف أنه كان يتصل بالضباط ويقول اقتلوا صالح، اقتلوا هادي، اقصفوا القصر الجمهوري في المكلا، كيف كان يوجه الضباط ويقول لهم هو لديه كذا كذا من الأموال خذوها لكم واقتلوا الرجل، هكذا كزعيم عصابة كما سمعنا وكما تابعنا. إذا نحن أمام إصرار من قبل المخلوع صالح ومن قبل الحوثيين بتلك الصورة التي وضعناها على إسقاط ما تبقى من الشرعية ليتسنى لهم الأمر وليسيطروا على اليمنيين ويفرضوا مشروعهم بالقوة، سواء مشروع الانتقام لعلي عبد الله صالح أو المشروع الطائفي لجماعة الحوثيين.
نعم أستاذ جمال، يعني لو أردنا أن نسرد جملة من الأسباب قبل العاصفة والتي ربما حملت تهديد حقيقي لأمن اليمن والمنطقة. جماعة الحوثي اجتاحت المدن بقوة السلاح، أرادت أن تفرض على اليمنيين فكرتها بالقوة. المجازر التي ارتكبتها على سبيل المثال في أرحب وثقنا الكثير منها، رجل يعني على سبيل المثال فقط عندما هدموا بيته، وهذا القصة لم تظهر على الإعلام حتى هذه اللحظة، هدموا بيته ثم جاء بخيمة على أنقاض بيته ذهبوا إليه وقتلوه. يعني بهذه الهمجية التي لم يكن يتصورها أي إنسان يمني، بأن يمني سيقتل يمني آخر ويتعامل معه بهذه الشراسة وبهذه الهمجية. كان هناك حالة من الهمجية، حالة من الهستيريا، حالة من نسبة الانتصار الموهومة جعلتهم يمارسون أبشع أنواع القتل. على سبيل المثال حتى طريقة زرعهم للألغام، عندما تزرع الألغام في حرب هناك منطق يفهمه يعني منطق الحرب أنهم يزرعون الألغام في المناطق المعروفة التي يتواجه بها العسكريون، لكنهم كانوا يزرعون الألغام حتى في الحمامات وحتى تحت الأسرة في البيوت عندما يقتحمون البيوت وفي أماكن لا يمكن أن نتصور أن يفعله إنسان يمني. يعني الغازي من خارج الجغرافيا اليمنية يمكن أن لا نتصور أن يفعل ذلك، لكن أن يكون اليمني من يفعل ذلك كانت حالة صادمة، حالة لا يمكن القبول بها ولا يمكن التعايش بها. نحن لا نقول ذلك، المشكلة أنها ما زالت مستمرة حتى الآن. نعم هذه الحالة قلت المشكلة أنها لا زالت مستمرة حتى الآن للأسف، مستمرة حتى الآن وهناك إصرار. يعني لو استطاعوا أن يواصلوا كل همجيتهم لفعلوا، لم توقفهم إلا الحرب ولم تحاصرهم إلا الحرب، هم من أثبتوا ذلك بأفعالهم. لا نحتاج إلى كثير من الأدلة، نمط التعامل الذي تعاملوا معه هو نمط وكأنه غازي يأتي من خارج الجغرافيا اليمنية، ولم يكن يتصور الإنسان اليمني أن هناك يمني آخر يمكن أن تصل به الخصومة إلى هذه الدرجة وإلى هذا التشفي وإلى هذا الفرح بهدم المنازل والتكبير على أنقاض المنازل. لم يكن اليمني يتصور أن هناك يمنيا آخر يمكن أن يفعل به ما فعل الحوثيون والمخلوع صالح. لذلك كنا أمام لحظة لا يمكن أن يتم التعايش معها. والذين يقولون كان هناك أنماط أخرى للتعامل مع جماعة الحوثي، أعتقد أنهم لم ينظروا بعين موضوعية لنمط التعامل. نمط تعامل جماعة الحوثي لم يكن من النمط الذي يتم التعامل معه باللاعنف. لو استدعينا أكبر قصة من قصص اللاعنف على سبيل المثال قصة غاندي، كان غاندي يتعامل مع بريطانيا وهو يعرف أنها تصل إلى مرحلة القتل ثم تراعي أنها لن تتجاوز مرحلة معينة بالقتل. لكننا للأسف الشديد كنا أمام خصم وأمام حالة غير معقولة، حالة غير مدرجة ضمن أدبيات حتى الصراع والحروب الأهلية التي ربما نقرأها في التاريخ. كانت حالة مغايرة، لم يكن للأسف الشديد نقول أنهم هم من فرضوا منطق المواجهة ومنطق الحرب، وهم من أتوا بكل ما يحدث اليوم على الطاولة سواء من الداخل أو من الخارج، كانوا هم المقدمة وما بعدهم كان نتيجة. نعم. والتفريق بين المقدمة والنتيجة بالنسبة لي لابد أن نكرر الحديث عنه مرارا وتكرارا حتى تفهم الأجيال الحالية والأجيال القادمة لماذا كان هناك جزء من اليمنيين رحبوا بالحرب ورحبوا بأن تأتي طائرات من الخارج لتقصف. نعم، إذا أستاذ جمال ينضم معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث يحيى الثلاية من مأرب. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء الخير آسيا، أهلا بك. لو تحدثنا معك أستاذ يحيى عن اليمن قبل عاصفة الحزم، خصوصا المرحلة الفاصلة من الحوار إلى الانقلاب. مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة بلقيس. لو رجعنا عدنا قليلا إلى الذاكرة، شهدت البلاد منذ ما بعد 2011 إلى سقوط صنعاء مرحلة شديدة وعصيبة. كان اليمنيون يكبرون في الساحة سلميا وتركت قبائل اليمن أسلحتها وبنادقها ومضت إلى الساحات تعتصم لمدة أشهر أكثر من عام، لكن الحوثيون بدأوا منذ ذلك الوقت يغدرون بالثورة ويستغلون انشغال اليمنيين فيتجهون إلى توسع وإسقاط المحافظات بقوة السلاح. تحالفوا مع المخلوع علي عطل الصالح من الوقت المبكر الذي رأى نفسه خارج السلطة وعمدوا إلى إسقاط المحافظات حتى وجاء دخولهم إلى مؤتمر الحوار الوطني أو ما يسمى حوار موزمبيق. كانوا يحاورون في موزمبيق بطبقاتهم ويقتلوننا بقذائفهم وألغامهم على امتداد الأرض من دماج إلى كشر وعجل إلى الجوب العشر.
أستاذ يحيى، هناك مشكلة ربما بالصوت. هل ما زلت معنا أستاذ يحيى؟ فقدنا الاتصال، سنحاول معاودة الاتصال بك أستاذ يحيى. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، من وجهة نظرك كمتابع وللأحداث وباحث أيضا، هل كنت تشعر أن ثمة تدخل عربي سيحدث في اليمن بقراءتك لما تم قبل العاصفة؟ باعتقادي أن نقطة القوة الأولى لهذه العملية هي فكرة المباغتة التي حصلت والتي فاجأت الجميع. نعرف أنه كيف كان جمال بن عمر يقول لكل الفصائل السياسية في اليمن: لا تحلموا بأن الخليج سيتدخل من أجلكم. كان يكرر ذلك مرارا، وعندما التقيناه حتى أكثر من مرة كان يؤكد على هذه الفكرة. وكان المجتمع يعني جزء من المجتمع الدولي غير ربما المطلع على تفاصيل ما تقوم به السعودية، كان هناك انطباع أن السعودية لن تتدخل وأن الخليج لن يتدخل وأن التحالف العربي لن يحصل. هذا عنصر المباغتة باعتقادي كان إحدى نقاط القوة في هذه العملية التي فرضتها همجية الحوثي، فرضتها عدم فهم الحوثي للمنطقة السياسي. يعني في فترة من الفترات شعرنا وكأن الحوثي يعمل يعتقد أنه في غابة سيفعل ما يريد وسيدخل بأسلحته حيث ما يريد ولن يوقفه أحد، هكذا كان يتوهم. وبالتالي كانت عنصر المباغتة في عملية عاصفة الحسم كانت هي نقطة القوة. وبالتالي لا أعتقد أن هناك من يزعم أنه كان ربما يعرف. أتذكر عندما اتصل بي أتي إلى استوديو الجزيرة للتغطية يومها، ذهبنا قبل ولا نعرف لماذا دعينا بهذا الوقت المتأخر، ربما كانت الساعة بعد الثانية، لم نكن يعرف ولم يكن يعرف أحد. هذه كانت مزاج اللحظة قبل انطلاق عاصفة الحسم ربما بساعات. نعم، إذن عاد إلينا الأستاذ يحيى ثلاية، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ يحيى. لو تحدثنا عن حرب الاجتياح التي بدأت من صعدة حتى عمران إلى صنعاء، هل كانت يعني تدشين لحرب طويلة؟ فقدنا الاتصال مرة أخرى. إذن معك مرة أخرى أستاذ جمال، يعني لو تحدثنا عن يعني كيف نفهم دخول اليمن تحت البند السابع، وهذا يعني ربما فتح المجال أيضا للتدخل وإسناد الشرعية وعدم اكتراث الانقلاب بذلك. هو الذي كان يؤكد الانقلاب سواء بتصريحاتهم، أنا أذكر تصريحات عندما بدأ الحديث عن عقوبات وعن البند السابع، أحد الناشطين الحوثيين ربما الذي تركهم الآن كان يقول: من يهددون بالمنع من السفر؟ نحن لا نريد أن نسافر، وبالنسبة للأرصدة نحن في الجبال ليس لدينا أرصدة. هكذا كان يستهزأ بكل قرارات الأمم المتحدة ويضرب بها عرض الحائط، لأن هؤلاء المنطق لا يفكر بمنطق أن هذه الدولة تنتمي لمجتمع دولي، تنتمي لعالم اليوم. هم آتون من خارج اللحظة، لا يفهمون مزاج اللحظة. كانوا يريدون أن يفرضوا منطق مغاير غير منطق التاريخ وغير صيرورة التاريخ، وبالتالي انصدموا بالحائط كما نرى. يعني نحن نتكلم في بداية عاصفة، قبل أن تبدأ عاصفة الحزم كانوا على أسوار عدن، اليوم المعارك في صعدة داخل صعدة. لذلك يعني الحوثيون والمخلوع صالح تحركوا. لكن عفوا أستاذ جمال، يعني قبل أن تنتقل للنقطة الأخرى، يعني بالنسبة للبند السابع كان ينص أيضا على التدخل المباشر، هل لم يكترثوا أيضا لهذه النقطة أم أن هناك يعني أطراف أخرى وضحت لهم أنه لن يتم مثل هذا الأمر؟ كانوا يتصوروا بأنه ليس، ولذلك مزاجا سائد في تلك اللحظة، كان هناك مزاج انطلق من مصر بأنه هناك الآتون بعد ثورات الربيع العربي هم من الإخوان المسلمين ومن الإسلاميين، وبالتالي نحن سنخلصكم. لذلك أول من استخدم لفظة الدواعش ونسب إليها الإصلاح وكل القوى المخالفة هو عبد الملك الحوثي. لماذا؟ لأنه تبادر إلى ذهنه ولذهن غيره بأنه إذا خاطب الناس وإذا خاطب المجتمع أنه أنا سأخلصكم من الإخوان المسلمين، سأخلصكم من الدواعش، سيرضوا عن مشروعه. هكذا كان يتصور بهذه السطحية أنه سيقنع العالم وسيقنع المجتمع الدولي، بالإضافة إلى التصريحات كما قلت العشوائية والمناورات العسكرية على حدود السعودية. كان هناك تحركات لا تنبئ أن هناك مكون يفهم السياسة ويفهم منطق السياسة، هناك مكون يتعامل بعقلية العصابة وبعقلية النهب وبعقلية الاجتياح والاقتحام. نعم أستاذ جمال، يعني ما سر استحضار مثل هذه المفردة وهي الدواعش، وهي مفردة إقليمية يعني ربما تخص سوريا والعراق أكثر من وجودها في اليمن، هل أيضا يعني لاستحضار ورقة الإرهاب والاستقواء بها؟ هو يعني التقت خبرة علي عبد الله صالح باللعب بورقة الإرهاب، وأراد الحوثي أن يلعب نفس اللعبة التي لعبها علي عبد الله صالح سابقا،
وبالتالي كان هذه ربما عباره عن تناصح بين طرفي الانقلاب بان يتم استخدام هذه الورقه. وانا قلت مرارا وهذا حقيقه، لو تتبعنا اول ما ظهرت مفرده الدواعش في اليمن ظهرت على لسان عبد الملك الحوثي واصفا بها كل خصومه السياسيين سواء الذين ينتموا للفكر الاسلامي او الذين لا ينتموا للفكر الاسلامي، كان يصفهم بالدواعش وكان يقتحم المعسكرات ويقتحم القرى. حتى هذه اللحظه هو ما زال يبحث عن الدواعش الغير موجودين اصلا. نعم، إذا أستاذ جمال، يعني لو عدنا وتحدثنا عن التدخل الإيراني، حركة الطيران الإيراني في تلك الفترة بوقع رحلتين في اليوم تقريبا، هل كان ربما هذه من أحد المخاطر التي عجلت أو أحد الأسباب التي أوجدت العاصفة؟ هذا ما ظهر على الإعلام وما ظهر على الطاولة، فكرة الطائرتين وغيرها، وما خفي كان أعظم، الأسلحة والتهريب الذي ربما كشف حتى قبل ذلك بكثير. كان هناك تحركات حقيقية من قبل إيران لخدمة الحوثيين ولدعم الحوثيين، وهذا أصبح موثق وأصبح واضح، وتصريحاتهم هم أنفسهم الذين قالوها مرارا بعد ذلك ابتداء من فكرة أن العاصمة الرابعة يعني استولينا عليها، وكل التصريحات التي تمت بعد ذلك تدل أن هناك دعم وأن هناك تنسيق من قبل إيران لجماعة الحوثي. لم يعد هذا بحاجة إلى أدلة وبراهين، أصبح هذا واضحا من تصريحاتهم ثم من السفن التي كانت يقبض عليها، وربما الأيام تكشف شيئا كثيرا من هذا. نعم، إذن لو تحدثنا عن تحركات إيران في المرحلة الانتقالية، هل كانت تمهد لما سيحدث بعد ذلك، سفينة جيهان وأيضا هذه الاتفاقات التي حدثت؟ أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ جمال. أستاذ جمال، كنت سألتك قبل الفاصل عن تحركات إيران ما قبل الانقلاب، هل كانت خطوات تمهيدية لما سيحدث بعد ذلك؟ أولا نضع الفكرة هذه في سياقها، نحن نتكلم عن دولة ذات بعد إمبراطوري، قائمة فكرتها وفكرة تأسيسها على الفكرة الإمبراطورية وفكرة استعادة المجد القديم. هذه الفكرة إذا لقت، وأنا هنا يعني أعيد الاعتبار وأعيد للقابلية لتدخل إيران، وليس إيران تريد أن تتدخل وتبحث عن هذا التوسع، لكن هي عندما وجدت مسوغ من الداخل، وهنا لابد أن نسلط الضوء على المسوغ من الداخل، خاصة عندما نريد أن نتحدث لماذا قامت الحرب، أن هناك مكون من الداخل هو الذي صنع هذه القابلية لتدخل إيران. ليس لدينا حدود مشتركة مع إيران، وليس هناك أي منطق جغرافي ليفرض على إيران أن تتوسع لدينا، لكن هؤلاء هذه الفئة هي التي صنعت عندنا القابلية للتدخل الإيراني، ونظام كإيران سيكون غبياً إن لم يستغل هؤلاء، يعني سيكون من الناحية السياسية منطقي أن يستغل من أراد ومن كان قابلاً ومن صنع لنفسه أن يكون لديه قابلية للاستغلال وقابلية للاستخدام وأن يكون أداة مستخدمة ضد وطنه للأسف الشديد. ولو نعم. تابعنا على سبيل المثال رئيس تحرير صحيفة الهوية التي المحسوبة على جماعة الحوثي بشكل أو بآخر، تكلم الإعلام بأنه إيران تتدخل وإيران تفكك النسيج الاجتماعي وإيران تفعل ذلك، قالها بوضوح وتابعنا كلنا تلك التصريحات. نعم، إذن عند هذه النقطة أستاذ جمال، دعنا يعني نشرك معنا الأستاذ عبد العالم بجاش الصحفي عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ عبد العالم. مساء النور أستاذ عبد العالم. يعني بين الانهيار وانهيار الدولة والانقلاب أيضا والنفوذ الإيراني، هل يمكن أن نقول أن هذا المثلث هو الذي كان سائدا قبل عاصفة الحزم؟ الإعداد لإسقاط أو لابتلاع اليمن وابتلاع المنطقة هو مشروع ظهر مع انطلاق ما تسمى الثورة الإسلامية في إيران. فبعد اندلاع تلك الثورة في إيران باشرت هذا النظام فكرته لتصدير الثورة، وكانت صنعاء والمنظومة هناك هي الهدف رقم واحد. نعم. وهذا يظهر جليا بشكل واضح سواء من خلال الصور أو اللقاءات التي تمت قبل أكثر من 30 سنة.
المسألة أنه كان هناك مشروع أكبر بكثير مما تتوقعه المنطقة، وفي إطار هذا المشروع تم خداع دول كثيرة، دول الخليج نفسها خدعت لوقت طويل. أمكن لنظام صنعاء، أمكن للإيرانيين العمل من خلال نظام صنعاء على خداع دول الخليج وعلى خداع دول كثيرة. لذلك بدأت التدريبات العسكرية لميليشيا الحوثيين في صعدة عام 2004 كما لو كان جيشا نظاميا، وكان الجميع يرون هذا، السفارة الأمريكية ترى وجميع المجتمع الدولي كله يرى، كان ذلك يتم كما لو كان بموافقة الجميع، وكان إعدادا لابتلاع المنطقة بأكملها. نعم، إذن يعني الحرب في اليمن بين الأسباب والنتائج، أستاذ عبد العالم، لما يتم التركيز على النتائج دون الإشارة إلى مسببات تلك الحرب؟ ربما المقدمة لذلك كله هو الانقلاب. الانقلاب الذي حدث في 21 سبتمبر هو عملية استخدمت أو حفزت العصبية في مناطق الهضبة أو في محافظات الهضبة لإخفاء هدف إيراني وراء ذلك، وهو الحيلولة دون نهاية الاحتلال الإيراني الخبيث لليمن باندلاع ثورة 11 فبراير التي أسقطت رأس الحكم ممثلا بعلي صالح، ومضت طوال السنوات التالية لاكتساب ثقافة الحكم القائمة على بقاء الهيمنة على اليمن وثرواته وقراره ومصيره بيد سلالة معينة، سلالة من صناعة الفرس أو الإيرانيين. نعم، عفوا أستاذ عبد العالم، يعني تحدث عن احتلال إيراني خفي، ما الذي تعني بهذه الكلمة؟ أعني بهذا الأمر هو الاختراق الإيراني الذي تم لجميع قوى المجتمع سواء السياسية أو العسكرية في اليمن من عام 90 وإلى 2011 وأكثر من ذلك. ما كان يتم إعداده في الحرس الجمهوري يبدو تحت مسمى قوات مكافحة الإرهاب، اتضح لاحقا أنها كانت قوة عسكرية تعد بترسانة 4 جيوش لإرهاب الشعب، ونلاحظ هذا في الحرب التي قاموا بشنها منذ 21 سبتمبر. كما أنهم تم في 2007 وما بعد الانتخابات في 2000 الرئاسية في 2006 يبدو أنه تم دمج المشروعين الإيراني عبر الأداء الحوثية مع مشروع التوريث التابع لصالح، ولذلك شهدت ما يسمى الحرس الجمهوري إعادة بلورة تامة كقوة تهيمن عليها إيران بشكل كامل. الأمر واضح، ولذلك لا يصدق أحد أن هذا الانقلاب تمكن من ابتلاع اليمن في ظرف 4 أيام. من ابتلع اليمن هو الجيش الذي كان منتشر، ما يسمى الحرس الجمهوري الذي كان منتشر في كل المدن ويطوق جميع المدن. نعم، هل تتفق أستاذ جمال يعني مع ما طرحه الأستاذ عبد العالم في مسألة احتلال إيراني خفي، اختراق لجميع القوى السياسية منذ عام 90، ويجد أن الحرس الجمهوري ربما كان هو أبرز واجهة لهذا الاختراق؟ أنا باعتقادي ما بين أيدينا ما نستطيع أن نتحدث منه وهو موثق هو مشروع قديم، يعني الوثائق التي على الأقل اطلعنا عليها وما زلنا نعمل في مشاريع من هذا النوع، الوثائق التي بين أيدينا تقول أن هذه الجماعة كانت تخطط لإسقاط المدن اليمنية، والوثيقة التي عرضناها ربما في فترة سابقة التي كانت تخطط لإسقاط إب، ونحن نتحدث عن إب الذي تبعد عن صعدة 400 كيلومتر، هناك حصر للقرى بل لا أبالغ إن قلت الحارات، حاصر لكل المكونات الموجودة، وما هي الأسر التي يمكن أن تساعدنا، وما هي الأسر التي يمكن أن تقف أمامنا، كم هي الطلقات النارية الموجودة في الأمن المركزي داخل إب، وما هي يعني هناك حالة من هناك مشروع مخطط له. أنا على سبيل المثال قبل 3 أعوام لم أكن كنت أعتقد بأن كل تحركات الحوثي هي ردة فعل لربما ما كانوا يتحدثوا عنه من مظلومية صعدة، لكن ثبت لي يقينا بأن هم أبناء مشروع واحد. وعندما لو أردنا أن نستدعي من الذاكرة التاريخية ربما البعيدة نسبيا، عندما قامت ثورة على سبيل المثال ثورة المقاطرة
ضد الإمام أحمد كان يصفهم بنفس الأصوات الأوصاف الذي يصف عبد الملك الحوثي بها خصومه اليوم، كان يقول هؤلاء كفرة وهؤلاء لابد أن يحاربوا. وفي الوقت الذي كان يعقد الاتفاقات مع بريطانيا في الجنوب كان في نفس الوقت يتهم من يذهب إلى عدن، من يهرب منه إلى عدن، بأنه ذهب إلى دار الكفر. أنت تقيم تعهدات مع دار الكفر ثم تتهم بالكفر من يذهب إليها هاربا من ظلمك. نعم. إذا نفس المنطق الذي كان السائد اليوم هو كان سائد الفترة. الذي أريد أن أقوله من هذه الفكرة هو ابتداد الفكرة الإمامية، وما زال مشروعا كاملا يتسرب سواء داخل النسيج الاجتماعي أو داخل أروقة الدولة. أن نعم. تأتي إيران تستثمر ذلك، قلنا أنه هذا ينسجم من ناحية العقل والمنطق مع التوجه الإيراني في التوسع. من هذه الزاوية أتفق أن هناك عمل يعني من هذا النوع داخل اليمن بمساعدة إيران. نعم. إذا أستاذ عبد العالم نعود إليك، دخول اليمن تحت الفصل السابع في مجلس الأمن برأيك هل كان إشارة إلى حماية خارجية للشرعية في حال تم الانقلاب عليها؟ يبدو أنه كان النوع من خط رجعة، من خطوط رجعة، فيما لو تجاوزت إيران ما كانت رتبت له مع الخارجية الإيرانية منذ 94. خدعت، استطاعت الخارجية الإيرانية خداع جميع دول العالم وجميع الديانات، أوهمتهم أنها بمقدورها القضاء على الإسلام بدعوى أنه متطرف، وأن بمقدورها أيضا هدم الكعبة. التصريحات مسؤول إيراني كبير قبل شهور تقول أنهم سيصلون إلى مكة وسوف يهدمون الصندوق الأسود. هذا المشروع جاري منذ اندلعت ما تسمى الثورة الخمينية. مسألة الفصل السابع يبدو أنه فقط كان نوع من خطوط الردعة، بينما رأينا أن المجتمع الدولي يتغاضى عن ميليشيا عرقية تمارس أبشع أنواع العرقية، وهذه المجتمعات الأوروبية والأمريكية التي تطورت وأصبح ضمن دساتيرها وفكرها مناهضة العنصرية، وهذا تعاملت مع الحوثيين كأنهم الطرف أكثر شرعية من الحكومة الشرعية نفسها وأهم من الشعب اليمني. أيضا وجدنا أن جميع السفراء في صنعاء وجميع مسؤولية المنظمات الدولية تحولوا إلى حوثيين أكثر من الحوثاء أنفسهم. لقد تحولت الأمم المتحدة ومكاتبها في صنعاء إلى أشبه بمنظمة مواطنة. لماذا برأيك؟ المتوكل. نعم، لماذا برأيك هذا التحول أستاذ؟ نعم. تم من زاويتين، إفساد مسؤولي هذه السفارات وهذه المنظمات الدولية من خلال عمل ممنهج، عمل وراءه إيرانيين، عمل ممنهج لإفسادهم ريشان وأشياء أخرى. لذلك رأينا حتى وهم داخل الرياض سفراء الدول الغربية يقولون تصريحات مموهة لا يحددون بالمطلق، وإلى يومنا هذا لم يحددوا هذه، لم يدينوا بصريح العبارة أفعال هذه الميليشيا التي ارتكبت جرائم إبادة يصعب بالقطع أن تعود بعد كل هذا الإجرام وهذا التدمير لليمن أن تعود لتكون جزءا من المعادلة السياسية أو من حكم. نعم. هذا البلد. نعم. برأيك أستاذ عبد العالم يعني بهذا الشكل الذي تتحدث به يعني أين التقت مصالح إيران مع المجتمع الدولي؟ يعني بهذا يعني أن يتحول السفراء وعاملي منظمات الأمم المتحدة إلى مطبلين للمشروع الإيراني في اليمن؟ ربما يعني هناك إشارات محددة ستجدينها في بعض المواقع عن الطريقة التي جرت بها الأمور في عهد الرئيس المخلوع ودبلوماسيته في الولايات المتحدة، وكيف استطاعوا استدراج مسؤولين أمريكيين كثيرين بوسائل أو بأخرى. لكن الإشارة الأبرز فيما يتعلق بالطريقة الإيرانية وكيف استطاعت خداع العالم أن نستطيع ملاحظتها من الدور الذي لعبه وزير الخارجية الحالي الذي كان عام 94 سفيرا لإيران في واشنطن، والذي كان يستضيف بصفة مستمرة وزير الخارجية حينها في منزله بحكم كما كتبت نيوزويك أن وزير الخارجية الأمريكي حينها جيمس بيكر في عهد بوش الأب كان يحب تناول الكباب في منزل ظريف.
وأنا لا أعتقد أنه كبب بقدر ما كان خطة استطاعت من خلالها إيران خداع العالم. نعم. مستغلة قلق العالم مما يسمى التطرف الإسلامي التي إيران مصدره بالأساس ويحمل على الجانب السني لفرض رؤيتها في كيفية أن تصبح شرطي العالم في المنطقة وتخلص هذه الدول من الإسلام ومن ما يسمى التطرف الإسلامي فيما إيران هي مصدر التطرف. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العالم بجاش الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، لو تحدثنا عن النقطة التي ذكرها الأستاذ عبد العالم وهي نقطة يعني كيف تحول المجتمع الدولي، حتى الآن لم يصدر بيانا واضحا ضد إرهاب هذه الجماعة المسلحة، هناك تغاضي عما تقترفه وترتكبه في كثير من المناطق، هناك أيضا يعني إفساد لمكاتب الأمم المتحدة في اليمن والتي تنقل صورة غير صحيحة عما يحدث. للأسف هناك منطق بالفعل غريب، وسبق وكتبنا عن هذا وتحدثنا عنه منذ أن كان الحوثيين على أسوار صعدة قبل أن يتم موضوع دماج، قبل وما بعد ذلك يعني لم نكن نتوقع ولا يتوقع يعني ولم يحدث في التاريخ على الأقل التاريخ المعاصر أن الأمم المتحدة كانت تنادي ما تبقى من الجيش الوطني والشرعية أن تقف على الحياد أمام ميليشيات تجتاح القرى وبتلك الطريقة التي ربما شاهدناها جميعا. إذن كان هناك منطق غريب باعتقادي هو غير مفسر حتى هذه اللحظة التفسير اليقيني والكافي، لأنه هناك بالمقابل القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الأمن والصادرة عن الأمم المتحدة هناك للأسف الشديد فجوة ما بين هذا التوصيف ما بين منطقة التعامل على الأرض سواء منطقة التفاوضات أو منطقة التصريحات لمكاتب الأمم المتحدة أو حتى المبعوث الأممي الأول والحالي. هناك ليس هناك اتساق بين قرارات الأمم المتحدة التي توصف المشهد أن هناك انقلاب وأن هناك شرعية وبين التعامل اليومي والتعامل اللجان والمبعوث الأممي الأول والثاني مع جماعة الحوثي. هذا المنطق غير مفسر حتى هذه اللحظة، إلا إذا أردنا أن نقول بعض التفسيرات التي ربما ظاهرة أن هناك جهد، يعني علي عبد الله صالح في النهاية رجل حكم اليمن 33 سنة له علاقات في أروقة الدبلوماسية الدولية والعالمية ما زال يستثمر ذلك، وهو رجل يتحرك حتى آخر لحظة وبطريقة يعني فيها إصرار عجيب، وهذا يعني ملحوظ في طريقة ونمط تحركات علي عبد الله صالح. النقطة الثانية أن الحوثيين كذلك لديهم لجان موجودة في أروقة كثير من المنظمات يعملون منذ فترة على صناعة حالة ضغط وحالة لوبي واستنفار فكرة المظلومية. هذا الجهد ربما أنه جهد مكثف نجح نسبيا ولو بشكل مؤقت، للأسف الشديد وأنا قلت ذلك مرارا ليست هناك غرفة عمليات متخصصة لمواجهة هذه التحركات في الأروقة الدبلوماسية. يعني لدينا مثلا على سبيل المثال كثير من الوزارات، قلنا مرارا أن وكلاء وزارات ووزارات خارج اليمن لا تفعل شيء، ليس لديها أي عمل، لا تقوم بصناعة لجان وفرق عمل تسد هذه الفجوة. الإعلام الغربي إلى وقت قريب وربما حتى هذه اللحظة يصف ما يحدث باليمن أن هناك دولة غازية اسمها السعودية تغزو اليمن، ولا يتحدث عن المقدمات التي كانت موجودة في اليمن إطلاقا. ليس هناك لا من إعلام التحالف للأسف الشديد ولا من إعلام الشرعية يعني غرفة عمليات نوعية تتناسب مع طبيعة هذا العمل الذي يتم في كل يعني أروقة الدبلوماسية العالمية والدولية. نعم أستاذ جمال، إذا مغادرة البعثات والسفارات العاصمة صنعاء بعضها طبعا قبل العاصفة، هل كان ناتج لإخطار مسبق بوجود العاصفة؟ ليست لدينا معلومات أكيد، لكن في النهاية هذه الدول لديها عملها الاستخباراتي ولا شك أنه تستطيع أن تتنبأ بعملية بهذا الكبر، وهي في الغالب تأخذ قراراتها على سبيل الأحوط، يعني إذا كان هناك ولو يعني بداية أخبار عن عملية من هذا النوع أو حتى عن عملية غير مشروحة وغير مفصلة هم يعملون وفق الأحوط وبالتالي تمت المغادرة، لكن للأسف الشديد لم تتم هذه المغادرة عندما اجتاحت ميليشية الحوثي العاصمة صنعاء، ولم نسمع أي صوت للدبلوماسيين في اليمن إلا عندما بدأت جماعة الحوثي تفتش حقائب الدبلوماسيين في المطار بدأنا نسمع يعني كثير من السفارات تتحدث وتتذمر، أما قبل ذلك سقطت دولة، سقطت عاصمة دولة، لم نسمع لهم حديثا إلا عندما مسهم هذا الخطر.
إذن لما لم تضع الدول الإقليم وخاصة يعني دول الخليج الاعتبار لكل المنزلقات التي أوصلت اليمن إلى تلك المرحلة ما قبل العاصفة؟ عفوا السؤال ما سمعتش بشكل واضح. يعني أقول أستاذ جمال يعني كان هناك مقدمات كما تفضلت لكل ما سيحدث ربما يعني ختامه كان الانقلاب، لما ظلت دول المنطقة تتفرج إلى أن حدث ما حدث؟ لما لم تضع الحلول أو الاعتبار لكل ما يعني قد حدث في تلك الفترة؟ بالفعل من زاوية من الزوايا ما يحدث اليوم وما يفعله الخليج اليوم هو بشكل أو بآخر يدفع ثمن إهمال اليمن بطريقة أو بأخرى. إهمال اليمن نعم. ليس بالطريق بتطنيشها بتهميشها ولكن بالتعامل مع الطرف الخاطئ. كان هناك ثقة بعلي عبد الله صالح أكثر من اللازم، كان هناك تعامل مغلوط مع اليمن، طريقة التعامل لم تكن طريقة يعني التعامل مع ملف حساس بهذه الحساسية. ولذلك أنا قلت منذ اللحظة الأولى عندما علقنا على عاصفة الحزم منذ انطلقت قلنا بالنص ولا بد أن نكرر هذا الكلام أنه ما حصل في اليمن إذا تم التعامل معه بشكل ذكي وبشكل يرتقي إلى مستوى اللحظة وإلى مستوى خطورة اللحظة يمكن أن يشكل نواة لمشروع عربي جديد يقف أمام إيران. يعني عند هذه النقطة هل تم التعامل معه بهذا الذكاء؟ يعني عمان حتى الآن هل تجد أنه تم التعامل معه بهذا الذكاء التي تتحدث عنه؟ باعتقادي لا أستطيع أن أقول نعم، لكثير من الأسباب لم يتم التعامل بهذا الذكاء. ما زلنا نلمس شيء من التردد، ما زلنا نلمس أن هناك انجرار إلى الماضي وتصفية حسابات ومواحكات مع أطراف أخرى هي جزء من الميدان وجزء من الشرعية. من يراقب الوضع اليوم للأسف يجد نتيجة واضحة أنه لم ترتقي يعني المنطقة ومنطقة الخليج والتحالف والشرعية إلى مستوى خطورة اللحظة وتجنيب كل الخلافات جانبا. هناك البعض يمارس حالة من الانتهازية، البعض يمارس حالة من تصفية الحسابات، هذا سيعيد تشكل هذا المشروع العربي ونحن نكرر وندق ناقص الخطر وهذا ما نملكه كمتابعين ومثقفين وباحثين. نعم. ندق ناقص الخطر ونقول لن يقف أمام إيران شيء إلا أن يكون لدى العرب مشروع. ما حدث في اليمن يمكن أن يشكل نواة هذا المشروع وما زالت هذه الفرصة سانحة إذا تم التعامل بشكل يرتقي إلى مستوى اللحظة ويجنب أوهام الماضي وخلافات الماضي وأن هناك مكونات لابد أن تباد ولابد أن تخرج ولابد أن يتم التخلص منها. المنطق بهذه الطريقة باعتقادي أنه لن يستفيد منه إلا جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح وبالتالي إيران. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ جمال المليكي الباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب من الدوحة، وشكرا أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.